ونتيجة احتواء المستخلصات أو المستخلصات الطحالب أو بنستعمل الطحالب بحد ذاتها نتيجة احتواء على مواد عضوية طبيعية بكمية كبيرة، وبالتالي هي بتعمل على عدة حاجات. نمرة واحد، بتبقى طبعا المواد المحسنة للتربة عن طريق إيه؟ إنها بتزود السعة التبادلية لها في حالة الإضافة للتربة. لما نضيف الطحالب للتربة بتزود السعة التبادلية. يعني إيه سعة تبادلية؟ يعني هي تقدر تمتص كتير من العناصر الغذائية للنبات زي الكالسيوم، الفوسفور، البوتاسيوم، المغنيسيوم، كل الحاجات ديت في صورة كاتيونية، وتقدر تحتفظ بها لغاية ما تديها للنبات. وإنها ديت أهم حاجة مفيدة جدا، وخاصة في التربة الرملية، لأن التربة الرملية بتبقى ضعيفة في السعة التبادلية بتاعتها. السعة التبادلية سعة اللي هو تبادل الكاتيوني. نمرة اتنين، في ذات المادة العضوية بتشجع زيادة الأعداد بتاع الكائنات الحية وخصوصا البكتيريا النشطة في التربة، وبالتالي بيحسن كفاءة الامتصاص. وجد تاني حاجة تالتة، إن رش مستخلصات طحالب يحسن من كفاءة عملية تمثيل الضوء داخل الورقة بتاعة النبات، وعن طريق زيادة كمية البناء الضوئي. فبزيد زيادة كمية البناء الضوئي اللي احنا قلنا عليه، بيزود المواد المغذية وبيكبر المحاصيل بتاعنا. الحاجة اللي بعدها، ان الرش بمستخلصات طحالب بيزيد من مقدرة النباتات على تحمل بعض الإصابات الحشرية زي العنكبوت الأحمر وبعض أنواع الفطريات البياض، وبيقلل من إصابة بعض أمراض التربة اللي هي زي النيماتودا لما بنحقنها مع مية الري، بيقلل كتير من الإصابة بالنيماتودا. بتحتوي الطحالب والأعشاب على مجموعة من المركبات المسؤولة عن المناعة والتنشيط، اللي بتتبع مجموعة البيتايينز. مثل مادة البيتايين، فعندنا هنلاقي كتير قوي منهم بتحتوي على امينو بيوتريك اسيد وعلى الليمناريا، والفويكس اللي هو طحالب الفويكس بيحتوي على الفاليريك اسيد بيتايين، وبيحتوي على ماده واللي هي جلايسين بيتايين، ويحتوي على ماده لها ادوار هامه في تنشيط المناعه بالنباتات. كذلك بتحتوي الطحالب والاعشاب البحريه على ماده، وهي تتكون عند الاوليجوساكرايدز استخلاص الطحالب، يعني هي بيحدث تحول الألجينات إلى أوليجو ساكرايد، وهي ترفع من كفاءة تحمل النباتات لمعظم ظروف الإجهاد وزيادة المناعة، حيث بتحسن المناعة الداخلية بالخلايا عن طريق زيادة مستوى الإنزيمات الداخلية اللي في الخلية المسؤولة عن مركبات المناعة اللي بيسموها الفيتو إليكسينات، ويطلق عليها المناعة المستحثة. وكمان مستخلصات الطحالب بتحتوي على المادة زي التانينات، مواد فينولية تبقى فينولية طبيعية، وبيبقى لها دور كبير في كمضادات بكتيرية وفطرية. يعني هي بتقدر تحافظ على النبات من الإصابات البكتيرية والفطرية، وفي نفس الوقت بتقوم بدور مشابه لهرمونات النمو الطبيعي، وتحسن من تكوين اللجنين بالنباتات. اللجنين تبقى المادة دائما مغلفة للخلايا والحاجات ديت، وتبقى مادة قوية مما يزيد تحملها للأمراض النباتية، تحمل النبات للأمراض النباتية. وبتحتوي كمان اللي هي الطحالب والأعشاب البحرية على مادة الألجينيك أسيد، ديت بتعتبر مادة مخلبية طبيعية بتعمل على تخليب وتنشيط تكوين اللي هي الكالسيوم، العناصر الغذائية المهمة الكالسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز والزنك والحديد، وتعمل على تخليبهم. وبتكون كمان البولي ساكرايز وتنشط تكوين منظمات النمو الطبيعية والبولي أمين والمضادات الحيوية الطبيعية داخل النبات ومركبات المناعة اللي هي الفيتو ليكسين. ومادة الليمنارين زائد الفيتو هرمونز
بتبقى موجودة الاتنين دولت في قلب في داخل مستخلص الطحالب البحرية، ودولت مهمين جدا لأنهم بيقاوموا ظروف الإجهاد اللي بيتعرض لها النبات، بيساعدوا النبات على أنه يقاوم ظروف الإجهاد اللي بيتعرض لها. علاوة على أن اللي هي مستخلصات الطحالب بتحتوي على أحماض أمينية حرة زي إيه؟ الجلايسين واللانين والفالين والميسونين والإيزوليوسين والثريونين والسيستائين وفينايل الأنين والسيرين واللايسين وجلوتاماك وإسبارتيك وأرجينين وهيدروكسي برولين. والأحماض الأمينية دي لها فوائد كبيرة جدا، أحماض أمينية حرة موجودة لها فوائد كتير جدا. هنقول أول حاجة إن هي مركبات طبيعية بتساعد على النمو المتوازن والجيد للنبات، وتزيد من استجابة النباتات للتسميد، وزايد المقدرة على تحمل بعض الأمراض وذلك لتحمل ظروف الإجهاد المختلفة. يعني هي بتزيد من استفادة النبات للتسميد، بتعظم استخدام الأسمدة العضوية للنباتات. نمرة 2 بتعمل على تحسين نمو المحاصيل البستانية، كل أنواع المحاصيل البستانية وأهمها الخضروات المزرعة والأشجار الفاكهة والمحاصيل الحقلية ونباتات الزينة، وتزيد من قوة نموها وزيادة المجموع الجذري للنباتات وتقويته. وبالتالي لما بتعمل زيادة معمول المجموع الجذري بتزيد بالتالي بالتبعية النمو الخضري والمحصول. نمرة 3 بتعمل على زيادة تركيز الكلوروفيل في الأوراق واستقبال الطاقة الضوئية سكريات البناء الحيوي. 4 توفر الطاقة اللازمة لتصنيع البروتين داخل النبات، يعني هي بتوفر الطاقة اللي النبات بيحتاجها عشان يقدر يصنع البروتين. نمرة 5 توفر جزء من الاحتياجات النيتروجينية للنباتات، وكذلك منع التسمم الداخلي بالأمونيا للنباتات. دي أهم حاجة فوائد للأحماض الأمينية اللي قلنا عليها. وكذلك بتحتوي اللي هي مستخلصات الطحالب بتاعتنا اللي هي الخضراء او اي ان كان لونها، على كتير من الفيتامينات زي السيامين اللي هو احنا بنقول عليه فيتامين بي 1، والرايبوفلافين اللي هو بي 2، وفيتامين بي 12، وفيتامين سي. واللي بتعمل الفيتامينات دول بتعمل ايه؟ اولا بتعمل تنشيط النمو والتنظيف وتنظيمه داخل الخليه، بتعمل على تنشيط النمو وتنظيم النمو نفسه داخل الخليه. نمرة 2 بينشط عملية التمثيل الضوئي ويشارك في نقل الإلكترونات، أي عمليات الأكسدة والاختزال، وينشط تكوين الأكسينات الطبيعية داخل النبات. وهنشوف بعد كده كمان له دور أساسي في تكوين الأكسينات، ولذا فهو ينشط عمليات التجذير أو نمو الجذور، كما يلعب دور أساسي في زيادة الانقسامات الميريستيمية. الميريستيمية يعني إيه؟ المناطق الميريستيمية اللي بتبقى نشطة في الخلايا، بتبقى بتنشط دايما لعمليات الإكسار، وخصوصا تبقى في القمم النووية سواء في الجذور أو في السيقان. بينشط عملية تمثيل الضوئي الكلوروفيلي، وبيكون السكريات داخل النبات. احنا عارفين عملية التمثيل الضوئي بتاخد ثاني اكسيد الكربون من الجو والميه والهيدروجين ومن الميه بتاخد الهيدروجين والاكسجين، وقلت بتاخد الكربون من الهواء الجوي، وبتعمل عمليه تمثيل ضوئي اللي فيها بتكون السكريات الاحاديه، والسكريات الاحاديه بتتحد مع بعضها تكون السكريات الثنائيه، وتكون بعد كده اللي هي الكربوهيدرات. منظم لعمليات الأكسدة والاختزال داخل النبات. الفيتامينات بتعمل كل الحاجات دي. وجدوا ان مستخلصات الطحالب بتحتوي على كتير من العناصر المغذية والمفيدة للنبات، زي ايه؟ النيتروجين العضوي اللي هو غير ضار، والفوسفور والكالسيوم والحديد واليود. الحاجات دي كلها بتعمل ايه؟ بتعمل كمكمل غذائي ناشط داخل برامج التسميد. يعني لو عندنا احنا نقص تسميد، ناقص نيتروجين بنضيفه بيزود النيتروجين، ناقص فوسفور بيزوده، بيزود الكالسيوم، بيزود الحديد من العناصر الصغرى.
وبعدين بيشجع نمو الجذور والمجموع الخضري، ومعالجة نقص بعض العناصر الصغرى المذكورة. عندنا نقص حديد، فعندنا هو فيه موجود الحديد وموجود الزنك وموجود المنجنيز. بالحاجة اللي بيعملها كمان زيادة مقاومة النبات لبعض الأمراض الفسيولوجية الناتجة عن نقص الكالسيوم. وجد إن مستخلص الطحالب بتلعب دور مهم جدا في المحافظة على محتوى التربة من المياه. ليه؟ لأنها بتحدث تأثير يشبه تأثير مادة الهلام المائي عند إضافتها للتربة، حيث سجلت مستخلصات طحالب عند استخدامها نجاحا في تعويض النقص النسبي لمياه الري وتقنين استعمال الأسمدة، وذلك نظرا لاحتفاظ هذه المادة بالمياه ويعني بتحتفظ بالمياه والأسمدة المذابة فيه، وبالتالي بتقلل الفقد الحادث نتيجة الغسيل، لأنها بتحولها المادة هلامية بتقدر تمسكها في التربة وما بتروحش مع مية الغسيل. ودي ميزة مهمة جدا لأنها بتقلل من استهلاك المية بتاعتنا. تمكن فريق من الباحثين وخاصة الباحثين المصريين من إنتاج سمات حيوي من الطحالب الخضراء المزرقة بيوفر 40% من استخدام الأسمدة، سواء أسمدة كيماوية أو أسمدة عضوية. وبعدين عملوا أسمدة تانية أخرى من الطحالب البنية والحمراء، بيفيد هذا السماد في زيادة إنتاجية الأراضي المستصلحة والأراضي الرملية عموما بمعدلات بتزيد عن 20%، حيث وجد أن الطحالب الخضراء المزرقة اللي هي السيانوباكتيريا لها القدرة على استحداث أزوت الهواء أو تثبيت الأزوت الهواء الجوي، اللي احنا عارفين ان هو بحوالي 78% من حجم الهواء بيبقى نيتروجين جوي، وتثبيته داخل أجسامها. بتستخدم إنزيم النيتروجينيز في اللي موجود في الخلايا، واحنا قلنا قبل كده الإنزيم ده وهو اللي بيعمل بياخد الهواء الجوي ويثبته، فهي بتثبتها داخل الخلايا بتاعتها الطحالب الخضراء المزرقة، خاصة بتبقى الموجودة داخل أجسام، بتبقى أجسامها مليانة نيتروجين بتقوم بإفرازه في التربة على هيئة أمونيا. بعد ما تتحلل اللي هي الطحالب الخضراء المزرقة دي تموت وتتحلل، بتسيب الأمونيا ديت في التربة، والأمونيا ديت بتدوب في مية الري وتتحول لأمونيا ذائبة، ودي الصورة الصالحة للامتصاص بواسطة النباتات. الأمر اللي بيخلي إن احنا نوفر من استعمال الأسمدة النيتروجينية اللازمة لنمو النبات، بخلاف طبعا احنا قلنا الكلام ده في اللي هي الأزولة، وقلنا بمصاحبة لها الطحالب الخضراء المزرقة بتثبت النيتروجين الجوي وبتديه للكائنات اللي حولها وما بتموت بتسيبه في التربة. ده طبعا على إن المادة العضوية في التربة بيتم تحسينها، بيحسن الخواص الكيميائية والطبيعية للمواد العضوية اللي في التربة، إلى وكمان بيبقى لها قدرة على إذابة الفوسفات الموجود في التربة أو موجود في المادة العضوية، إذابته وبتحوله لفوسفات أو فوسفور قابل لأن النبات يمتصه. والحاجة التانية اللي بعد كده بتعمل على إفراز منظمات نمو المشجعة زي الهرمونات المختلفة. الطحالب البنية والحمراء زي ما شفناها في الصور السابقة بتلعب دور هام جدا في استصلاح الأراضي الصحراوية، خاصة الأراضي اللي بتبقى فيها الأملاح بكثرة، وكذلك الأراضي القلوية بتيجي الحاجات دي نتيجة تباخر المية، حيث تعمل على تحسين خواص التربة وتحسين نفاذيتها، بتبقى بمقدرة أكثر من 13 مرة من الجبس الزراعي. ليه؟ لأنها بتزيد من حجم حبيبات التربة، بتعمل تجميع لحبيبات التربة فبتزيد حجمها وبالتالي بتزيد المسمية اللي فيها، ودي بتبقى أكتر كتير بنستعملها في الأراضي الملحية والقلوية، بجانب أنها بتزيد من محتوى التربة الصحراوية من الكربون والفوسفور، خصوصا في الأماكن أو في الأراضي القريبة من البحار والمحيطات، وبتزيد من البوتاسيوم المتاح للنباتات.
لو هنيجي نلخص اللي هو فوائد استعمال مستخلصات الطحالب كمخصب حيوي للنبات والتربة على الآتي: نمرة واحد، العمل على حماية بعض الإنزيمات الداخلية من التلف، وبتساعد على رفع الضغط الأسموزي الداخلي للنباتات، وبالتالي بتقدر تتحمل الملوحة العالية اللي حواليها، حتى ماء البحر ممكن ما تأثرش عليه، لأن لو هي طحالب عادية ماشي ضغط الأسموز ضعيف هيحصل لها بلزمة وتموت. نمرة اتنين، تشجيع زيادة الأعداد البكتيرية النشطة في التربة اللي بيحسن من كفاءة وخصوبة التربة. نمرة تلاتة، رفع كفاءة عملية التمثيل الضوئي أو الكلوروفيل داخل الورقة عن طريق زيادة كفاءة عملية البناء الضوئي، وكذلك تنشيط نمو الجذور. أربعة، الرش بمستخلصات الطحالب يزيد من قدرة النبات على مقاومة الإصابة بالحشرات مثل العنكبوت الأحمر والجرب والبياض، وكذلك إصابة ببعض الفطريات، كما يقلل من أمراض التربة اللي هي أهمها النيماتودة عن طريق تحفيز تكوين الفورمالدهايد بطريقة طبيعية داخل النبات عن طريق مجموعة الميثايل الموجودة بها، وبالتالي بترفع من درجة التحمل للإصابات المرضية. خمسة، احتواء مستخلصات الطحالب على بعض منشطات النمو والعناصر الصغرى والأحماض الأمينية والفيتامينات، ولذلك فهي بتشجع نمو النبات وزيادة المحصول وتحسين الجودة بتاعته. نمرة ستة، التسميد بمستخلصات الطحالب له تأثير كبير بالمقارنة بالأسمدة المعدنية، وذلك الاحتواء على كمية كبيرة من المادة العضوية التي تحتفظ بالرطوبة وتساعد في تيسير العناصر الغذائية، مما يسهل امتصاص الجذور لها من سطح التربة. سبعة، الدراسات العديدة أثبتت أن إضافة مستخلصات الطحالب إلى الأسمدة المستخدمة في الأراضي الجيرية المزروعة بمحاصيل مختلفة زي الطماطم أو فيلو الصويا أو غيرها أدى إلى زيادة النمو الخضري وكان أقوى وأسرع بدرجة ملحوظة. 8، عند إضافته كمستخلص إلى البيئات المستخدمة في زراعة أنسجة نباتات زي الفواكه زي العنب والبيكان والفول السوداني، وجد أن التفريع الخضري والجذري كان أسرع وبدرجة جيدة. 9، وجد بتحليل مستخلص طحالب أن الرقم الحميضي أو البي اتش له بيتراوح من 5.6 ل6.5، يعني بيميل للحموضة الخفيف، مما يساعد على خفض القلوية بمجال واسع بمعظم أنواع الأراضي، خاصة القلوية اللي بتشبه الأراضي بتاع المناطق بتاعتنا. 10، إضافته كمستخلص لبيئة نمو الشتلات أدى إلى الإسراع من إنبات البذور كما في نبات الطماطم، كما ساعدت في نفس الوقت على إنتاج شتلات قوية ذات تفريع خضري غزير وقوي. ديت أهم حاجة، ملخص سريع لاستخدامها. والطريقة الأولانية صورة كومبوست، بنحط الطحالب البحرية كمادة صلبة مع كومة الكومبوست اللي احنا بنعملها، أو تحط مع تجهيز التربة للزراعة، يعني بنضيفها للتربة خلط مع التربة وتتقلب معاها، أو مع البيئات الزراعية في المشات. إحنا بنجهز المشتل صور معينة من التربة بتضاف مع التربة ديت، بتعمل كل الفوائد اللي إحنا قلنا عليها. دي أول صورة كمادة صلبة، أي أن طرق استعمال اللي هو المستخلص احنا قلنا كمادة صلبة بيتضاف مع المكمورة او مع الكمبوست، اما اذا كان هو سائل او بودر بنستعمله يا اما نرشه على الاوراق بالتركيزات المطلوبة، هتبقى التركيزات موجودة دايما على العبوة بتاعتنا، رش على الاوراق او بنحقنه مع ماء الري، او بنستعمل ان احنا ننقع البذور بتاعتنا في المستخلص لمدة معينة، بنعفف بتعمل على بتزود على سرعه زياده نسبه الانبات وسرعه نمو البادرات الجديده، كمان بننقع فيه قواعد العقل قبل ما نغرسها في المشتل، دي بتحسن نسبه التجذير في العقله وبالتالي بتزود نسبه نجاحها.
اللي حبيت أقول في الحتة دي إن معدلات الاستخدام بتبقى تختلف على حسب نوع النبات والتربة، وكب طبعا على نسبة التركيزات ونقاوة المستخلص اللي احنا بنستعمله.